في رمضان كان الناس يعملون الشراب، هو اللي نسميه المريس. المريس اللي هو نقيع التمر والأقط، الأقط هذا مريس ولذيذ جدا يعني، والحقيقة لو الإنسان استخدمه الآن من ألذ ما يمكن وغذاء كامل. وخلينا أذكر لك نكتة وقصة على موضوع المريس، بس في يعني في وقت متأخر. كان لي أصدقاء يابانيين كمسلمين كانوا يعملون في شركة الزيت جيتي، الزيت اليابانية اللي كانت في الخفجي. فصلوا الجمعة وبعد الصلاة دخلوا عندي في هالمجلس، فأنا قلت لأم هشام العيال ليش ما تصلحوا لنا مريس نذوقهم، يعني نعطيهم شيء قديم، إذا جاءوا مرة نعمل لهم مراصيع مرة عشان طبعا هم يفرحون بها. أحضرنا لهم شراب المريس، تمر وقت يشرب الشراب، ما هذا؟ قلت هذا كذا وكذا، وهو شراب نبوي لأنه فعلا من عهد النبي هو معروف. انبسطوا شربوا من ألذ ما يمكن، وقبل أن يخرج أحدهم قال هل ممكن أن تعطيني شيئا من المريس لزوجتي؟ قلت والله أبشر. قلت لزوجتي، قالت باقي كثير وعيالك ذولي والله ما هم شاربين، يلا يلا يشربون كاكولة بس أعطي. أخذه ومرت الأيام وسافرت لليابان والتقيت بهم في طوكيو، جر الحديث البعض وكذا، قال منذ ذلك الوقت لا نشرب في رمضان إلا هذا المريس. قلت له طيب التمر يصلكم لأن الجامعة كانت ترسل تمر، لكن اللقطة نجيبونه. قال لي ألم تقل لي إن الأقط هو حليب مجفف؟ قلت بلى. قال ولماذا نلجأ إلى المجفف؟ نحن نضع التمر والحليب الأصل ما بالمجفف. فعلا يعني أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هو أخذ من الأصل.